معك كابتن ايمن، معي وافد جديد احمد رمضان بيكهام نجم النادي الاهلي القادم، يعني باكرايت ما شاء الله سيرد باك ديفندر حاجه، جوكر للنادي الاهلي، جوكر جديد للنادي الاهلي. النهارده بتلعب في الباكرايت، مركز مهم جدا للنادي الاهلي، وباذن الله تكون اهلي لها باذن الله، وتسد نقص اي لاعب بيغيب عن النادي الاهلي تنزل باذن الله تبقى اهلي لها باذن الله. ان شاء الله انا يعني جيت النادي الاهلي عشان ابقى قد المسؤوليه، وطبعا ما فيش نقص في النادي، اي مكان اي لعيب من لعيبه النادي الاهلي هيلعب هيبقى قد المسؤوليه وقد ثقه الجماهير فيه وقد ثقه النادي والاداره. انا موجود في اي مكان، سيرد باك، ديفندر، باك رايت، مش هيفرق معايا، المهم اخدم النادي الاهلي بيتي يعني قبل اي حاجه. مباراه صعبه النهارده، ولكن الحمد لله الاهلي قدر يسهلها من اول الجيم، بيفنش على فريق كبير، فريق محله، بثلاث اهداف مقابل لا شيء. طبعا الفرق احنا يمكن قبل الماتش اتكلمنا ان الماتشات الفرق اللي بتبقى نادي المحله طبعا نادي كبير، بس الفرق اللي بتبقى لسه صاعده دي بتيجي قدام النادي الاهلي بالذات بتبقى بتعمل ماتشات جامده، فاتفقنا ان الماتش مش هيبقى سهل، وزي ما انتم شفتوا الماتش طبعا ما كانش سهل. كنا قلنا لازم نجيب جون عشان تفتح معانا، ما نحاولش نضيع كتير، وده اللي حصل في الملعب. لما جبنا التاني والتالت والحمد لله ربنا كرمنا. يعني ماتش صعب في افريقيا. اكيد، وكمان الماتش بره الموضوع السفر ده بيبقى مرهق شويه، بس النادي الاهلي انت لاعب في النادي الاهلي لازم تتحط في ظروف اصعب من كده كمان. جماهير النادي الاهلي بقى احساسك وانت راجع النادي الاهلي مره اخرى وبتطلع بره النادي الاهلي، اذا كان اعاره او بيع، يعني بيبقى عندك امل ترجع النادي الاهلي تاني، ولا بتدخله خلاص انا خرجت من الاهلي بلاقي صعوبه كبيره عشان ارجع النادي الاهلي تاني؟ ايه الاحلام اللي بتحلمها او بتتكلم فيها مع نفسك وبتحفز نفسك عشان ترجع الاهلي مره اخرى تاني؟ هي طبعا بتبقى حاجه صعبه انك تطلع من النادي الاهلي من بيتك اللي اتربيت فيه 12 13 سنه، بس الواحد بيطلع عشان يرجع، يعني بتبقى لعبت وخدت خبرات غير ما انت طالع ناشئ. انت في الاول والاخر اي حد لعب هيجي يلعب عليك، لكن لما بتطلع وبتتمرمط بره والاهلي يجيبك تاني بتبقى انت خلاص كبرت وبترجع لعيب كبير. يعني حريص قبل ما تنزل تسجد. طبعا دي كان لازم اعملها عشان انا رجعت بيتي، كنت بحمد ربنا طبعا ان انا خلاص شاركت في اول ماتش ليا، هو ده تاني ماتش في الدوري بس ده اول ماتش مشاركه ليا، ما شاركتش الماتش اللي فات، فكنت بحمد ربنا على اللحظه دي. يعني مبروك حبيبي، الله يبارك فيك حبيبي.